بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج الاشبال. الف مليون مبروك لمنتخب مصر الاولمبي على الاداء الرائع وتتويج منتخب مصر بالبطوله تحت 23 سنه. كل التحيه للجهاز الفني، كل التحيه للجهاز الاداري والجهاز الطبي ولاعبي منتخب مصر. فعلا منتخب مصر يستحق الاشاده من كل جماهير مصر على الاداء الرائع. كمان عجبتني الروح في منتخب مصر الاولمبي، بعيدا عن الفنيات كمان كانت الروح رائعه ما بين اللاعبين. كل لاعبي الانديه، اهلي وزمالك واسماعيلي وانبي ومصري واتحاد وانبي، ما شاء الله فعلا دلوقتي بقى عندنا جيل صاعد واعد ان شاء الله قادر انه كمان يعني يكون موجود في خلال السنوات القادمه في منتخب مصر الاول. لازم طبعا الاشاده بالكابتن شوقي غريب والجهاز الفني. كابتن شوقي غريب اللي اشتغل على العامل النفسي وكان عامل مهم جدا مع لاعبي منتخب مصر الاولمبي. كمان كل التحيه للجهاز الطبي اللي عمل استشفاء النهارده بطوله في خلال 14 يوم. لما نشوف اللعيبه بكامل اللياقه، الحمد لله ما كانش فيه اصابات غير ناصر ماهر، كل اللعيبه كانت موجوده وبكامل قوتها، فايضا تحيه للجهاز الطبي. تحيه ايضا للجهاز الاداري الدكتور علاء عبد العزيز اللي كان فيه ترتيب كبير لمنتخب مصر الاولمبي، كمان مش وقت البطوله، لا على مدار حوالي سنه ونص قبل انطلاق البطوله. تحيه ايضا للاعبي منتخب مصر الاولمبي، الروح اللي عجبتني والاداء الرائع، الاداء اللي انعكس في الملعب لكن الروح خارج الملعب كانت روح رائعه. رمضان صبحي قائد المنتخب اللي كان ليه دايما كلمات مؤثره وكلمات مهمه، رمضان صبحي اللي نضج فعلا كمان في تصريحاته في المؤتمرات الصحفيه، كان بوجه دايما رسائل مهمه للجماهير ولاعبي منتخب مصر الاولمبي. ايضا ما نقدرش ننسى يعني اصحاب الفضل في هذا الانجاز هو الجمهور المصري. جماهير مصر كلها التفت في استاد القاهره، التفت حول المنتخب الاولمبي. ما شاء الله اداء رائع من الجماهير المصريه، وكمان يعني تشجيع مثالي، فتحيه لكل جماهير مصر. دايما جماهير مصر اجدع ناس. اكيد الفرحه حلوه، والفرحه حلوه كمان بالمكسب وبالاداء وبالروح الجميله اللي التف حوالين المنتخب الاولمبي كل جماهير مصر. كمان عايزين نستعرض مع حضراتكم لوحه الشرف او قائمه الشرف اللي مثلت منتخب مصر الاولمبي، ان احنا من هنا من برامج الاشبال بنقدم لهم كل التحيه، بدايه من الجهاز الفني كابتن شوقي غريب، المدير الفني، المدرب العام الكابتن معتمد جمال، ومدرب مساعد كابتن محمد شوقي، مدرب مساعد وائل رياض، ومدرب حراس المرمى الكابتن اسامه عبد الكريم. هنروح للاعبي منتخب مصر الاولمبي في حراسه المرمى، محمد صبحي اللي اخذ احسن حارس في البطوله، معاه عمر رضوان وعمر صلاح، خط الدفاع احمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، ومحمود الجزار. ايضا اسامه جلال في خط الدفاع، واحمد فتوح في خط الوسط، كريم العراقي كان باك رايت وما شاء الله ادى اداء رائع، اكرم توفيق وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي. رمضان صبحي قائد المنتخب الاولمبي، وناصر ماهر اللي ما حلفوش الحظ انه يكمل البطوله لكن جات له اصابه في اول البطوله، لكن في الوقت اللي لعب فيه كان وقته قليل ادى اداء رائع. في امام عاشور في خط الوسط، محمد صادق اللي ما شاركش في البطوله، وغنام محمد ايضا ما حلفوش الحظ لكن كانوا موجودين بروحهم مع منتخب مصر الاولمبي. في خط الهجوم صلاح محسن واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد وناصر منسي. هي دي قائمه المنتخب الاولمبي، بنضيف عليها كمان كريم ندفد، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، مصطفى شوبير، احمد حمدي. فالنهارده برضو كل اللعيبه اللي انا قلتها دي برضو كانت مساهمه وكانت موجوده، وكانت موجوده ايضا في مشوار المنتخب الاولمبي. طاهر محمد طاهر للاسف ما حلفوش الحظ قبل البطوله بيومين، جات له اصابه لكن كان موجود دايما في معسكر المنتخب الاولمبي وكان مشارك دايما مع اللاعبين. كريم ندفد اللي عنده اصابه بقاله فتره ايضا من قوام المنتخب الاولمبي. محمد محمود ان شاء الله بتمنى له العوده ويرجع بسلامه ويكون موجود. ايضا مصطفى شوبير دايما في كل تجمعات المنتخب الاولمبي، واحمد حمدي برضو اللي لم يتم اختياره في القائمه النهائيه لكن كان موجود دايما في معسكرات المنتخب الاولمبي. النهارده لما بنقول نجاح يعني ما بنقولش مجموعه، لا ده هو قوام المنتخب الاولمبي اللي كان دايما الكابتن شوقي غريب كان دايما بيشيد بيهم، هم ال 40 او ال 50 لاعب اللي دايما كانوا بيمثلوا منتخب مصر الاولمبي في مشوار المباريات الوديه. معانا على الهاتف
واحد من الجهاز الفني اللي لعب دور كبير جدا في حراسة المرمى مع حراس مرمى مصر، وكمان يعني محمد صبحي أفضل حارس عندنا في البطولة، الكابتن أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر. تحياتي ليك يا كابتن أسامة. ربنا يخليك يا كابتن أسامة، يا نجم كبير وحاجة كبيرة، وأهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين. في البداية بنهنيك وألف مبروك على الأداء وعلى البطولة، يعني إنجاز فعلا يحسب لمنتخب مصر الأولمبي يا كابتن أسامة. ألف مليون مبروك لمصر كلها، وألف مليون مبروك لكل الجماهير المصرية ولكل الشعب المصري اللي بأمانة شديدة هم اللي فرحونا، مش احنا اللي فرحناهم، هم اللي فرحونا ان هم يملوا الاستاد ويكونوا بيساندوا المنتخب وواقفين جنب المنتخب، وهم اللي فرحونا ان في جميع طواف الشعب المصري دم تاني حوالين الشاشات وحوالين الاعداد مع بعض عشان يتابع المنتخب الاولمبي، فهم اللي رسموا لنا احنا الفرحه مش احنا اللي رسمنا لهم الفرحه. قبل البطوله كابتن اسامه كان عندك احساس كده شخصي ممكن منتخب مصر الاولمبي والبطوله على ملعبنا وسط جمهورنا ممكن نفوز بالبطوله؟ والله هو مش احساس، هو هدف. احنا كنا شغالين يا كابتن اسامه على هدفين مهمين، والاثنين ما ينفعش ان هم كانوا يفترقوا عن بعض. الهدف الاولاني من اول يوم تولينا فيها المهمه بقياده الكابتن شوقي غريب وكل الجهاز المعاون المحترم اللي حضرتك قلته، كلنا كان عندنا هدف واضح ازاي الوصول للاولمبياد، وبعد الوصول للاولمبياد نحقق الهدف الاكبر ازاي نوصل على منصه التتويج ونفرح الناس ونرجع البسمه مره ثانيه على وشوش الناس وتفاؤل الناس في الكوره والرياضه المصريه بعد فتره مرت بها الكره المصريه بعد الاخفاق في بطوله الامم الافريقيه السابقه للمنتخب الاول، ازاي نرجع الفرحه ثاني للناس وازاي نرجع الثقه ثاني للناس في الكره المصريه مره ثانيه. عايز اخذك بقى لمنطقه حراس المرمى، ما شاء الله محمد صبحي هو الحارس الاساسي وبيفوز مع منتخب مصر بافضل حارس في البطوله، لكن عجباني قوي الروح اللي موجوده حتى مع الحراس اللي ما شاركوش وكمان مع مصطفى الشوبير الذي لم يتم اختياره في القائمه كمان يا كابتن اسامه. بص احنا بامانه شديده التتويج ان احنا نتحط على منصه التتويج في شكل محمد صبحي ده بيقول ان عندنا حارس مميز جدا اسمه عمر رضوان، بيقول ان عندنا حارس هايل جدا وموهوب اسمه عمر صلاح، بيقول ان عندنا حارس صغير واعد وحاجه محترمه جدا اسمه مصطفى شوبير، وكل الحراس اللي احنا اشتغلنا بيهم في المنتخب الاولمبي كان ليهم دور كبير ان هم يساهموا ان يكون محمد صبحي على منصه التتويج ويكون هو افضل حارس. هو بيمثلنا كلنا، هو ما بيمثلش نفسه بس، انما بيقول للناس كلها ان احنا المنتخب المصري عنده حراس كويسين في مرحله الشباب. عجباني قوي الروح اللي موجوده بين اللاعبين في منتخب مصر الاولمبي، يعني بره الملعب كمان قبل جوه الملعب، رمضان صبحي القائد وكمان التفاف اللاعبين حواليه، وكمان ده انعكس داخليا في الملعب لما بتكون منتخب مصر الاولمبي متاخر بنلاقي التكاتف والروح والعزيمه والاصرار ان منتخب مصر الاولمبي يحقق الفوز. شفت الروح دي ازاي خاصه ان كان لها مفعول السحر في البطوله؟ هقول لك على حاجه مهمه جدا يا كابتن اسامه، احنا اللاعبين والجهاز كنا قاعدين في دور واحد في فندق الاقامه، على كل اوضه من الاوض اللعيبه كان بيبقى مكتوب اسم اللعيبه، الاثنين اللعيبه اللي قاعدين مع بعض في الاوضه. تمام. تخش اوضه اي حد من الاثنين دول ما تلاقيهمش في اوضتهم، وتلاقيه وتلاقي ناس ثانيه هم اللي في الاوضه الثاني خالص مش في الاوضه اللي كاتبين اسمائهم. اللعيبه كانت على طول مع بعض، كانت مندمجه مع بعض، ما كناش بنشوف اللعيبه الا الساعه 11 بالليل، كل لعيب في اوضته وكل لعيب في سريره عشان خلاص دي فتره النوم والناس لازم خلاص هترتاح وتنام، انما اللعيبه كانت مندمجه وكان بامانه شديده جدا. رمضان صبحي قائد بمعنى الكلمه، رمضان كان عارف يقوم بدور كبير جدا بين اللعيبه وبين الجهاز، وازاي الكل يبقى فاهم ان ايه الهدف اللي انت بتشتغل عليه، وازاي كله مفيش حاجه اسمها اسامه عبد الكريم، مفيش حاجه اسمها كابتن شوقي غريب، مفيش حاجه اسمها رمضان صبحي، مفيش حاجه اسمها لعيبه، كلنا في حاجه واحده بس اسمها منتخب مصر دي، ومنتخب مصر ده كل واحد يتحمل المسؤوليه. واللي قدر بامانه شديده الجهاز الفني ومعانا رمضان صبحي ككابتن الفريق ان كلنا بنشتغل كتيم ورك واحد، يعني ما انفصلناش في يوم من المعسكرات اللي فاتت دي خالص، حتى قبل البطوله ان الجهاز في حته واللعيبه في حته ثانيه، احنا لينا فكرنا وهدف وهم ليهم افكارهم واهدافهم، لا الكل والجميع
تناسى المصالح الشخصيه والاهداف الشخصيه سبيل حاجه واحده بس، هو الوصول لطوكيو ورفع الكاس ورفع اسم مصر ورفع سمعه الكره المصريه مره اخرى في القاره الافريقيه. وده اللي ميز فعلا. بنشكرهم كلهم على اللي كل واحد تفانى، وبالاخص بشكر حراسي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، مصطفى شبير، كل الرجاله اللي ساعدتنا بامانه جديده. كنت تيجي تشوف يا كابتن اسامه روح بامانه حاجه تفرح، جيل يفرح بجد، تشوف قد ايه حماس عمر رضوان وعمر صلاح وهم قبل الماتش بيشجعوا محمد صبحي كان هم اللي هيلعبوا مش هو، بيدعموه بيلبسوه واللي بيديله جوانتي واللي بيديله حاجته، يعني روح مش بامانه جديده مش طبيعيه. مصطفى شوبير اللي بره المعسكر خالص وبعيد مش موجود وبره القايمه كان بيتواجد بصفه مستمره، اذا كان معانا في فندق الاقامه او اذا كان معانا في المباريات وما بيسيبش زمايله، فاذا كان بدا الاتصال بامانه حاجه روح فعلا لازم تكون نتيجتها التتويج في الاخر ان كله تفانى عشان رفع اسمه. وده فعلا الميزه اللي ميزت كمان المنتخب الاولمبي. عايز اخدك بقى يا كابتن اسامه لكواليس المعسكر، اكيد في المعسكرات بتحصل حاجات حلوه يعني بعيد عن عيون بقى الجماهير، عايزك يعني تقول لنا حاجه من الكواليس الحلوه اللي دايما بتجمع جمهور، خاصه كمان ان احنا شفنا في المباراه النهائيه اللعيبه كمان فكره الماسك وقالوا ان طاهر محمد طاهر هو اللي كان صاحب الفكره، عايزين بقى الكواليس الحلوه اللي حصلت في المعسكرات. والله الكواليس الحلوه كانت كثيره قوي يا كابتن اسامه، والناس كانت مندمجه، ومن احلى حاجه في الكواليس ان انا عمري ما حسيت ان رمضان صبحي ده كابتن الفرقه. أنا كنت بحسه بأمانة إن هو واحد جاي عشان يخدم اللعيبة. دايما نحسس اللعيبة إن هو أقل واحد في الفرقة، ودايما نحسس اللعيبة إن لا ده لعيب لا لاعب منتخب أول ولا لعيب راح كأس عالم ولا لعيب احترف ولا الكلام ده كله. وكان دايما التهريج والهزار بين اللعيبة وبعضها كان ممتع، وإحنا نفسنا كجهاز كنا بنقعد نهزر بالأخص مع كل اللعيبة بلا استثناء. وكل واحد ليه لقطه في اسم، ليه لقطه في كلمه، ليه لقطه في جمله نقعد نهزر بيها، وكان من احسن الحاجات اللي انا شخصيا كنت بقعد نهزر فيها مع بعض انا وعمر رضوان واكرم توفيق والجزار واقرب من لاعب، كنا نقعد نتكلم على ان العلاقه كانت جامده جدا بين اكرم توفيق وبين عمر رضوان، علاقتهم ببعض قويه جدا، كنا نقعد نهزر نقعد نقول له يا اكرم انت بتقعد تنفسن على عمر رضوان عشان احلى منك، ونقعد نهرج ونضحك، يعني اجواء كانت جميله وكانت اجواء كلها تدل على النجاح والحب والتفاؤل، وكانت الناس دايما حاطه قدام عينيها ازاي تكون على منصه التتويج. تمام، اصعب مباراه منتخب مصر مين مر بيها في البطوله؟ جنوب افريقيا. جنوب افريقيا المباراه قبل النهائيه. اللي احنا كسبناها 3 دي كانت اصعب مباراه. طب شايف التفاف هتقول لي ليه رغم ان هتقول لي كوت ديفوار خططيا في الملعب كان اقوى ووصلنا للوقت الاضافي، انما هقول لك ليه حزب جنوب افريقيا بالنسبه لي. حزب جنوب افريقيا لان جنوب افريقيا كان الجميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والسوشيال ميديا والجميع بيتكلم عن الطار البيت بين المنتخب المصري والمنتخب الجنوب افريقي بسبب خروج المنتخب الاول في دور ال 16 من جنوب افريقيا. الرقم 2 كان حته المباراه دي هي المباراه اللي هتوصلك للمباراه النهائيه. وهي نفس الوقت اللي هتوصلك للاولمبياد. الحاجة الثالثة كان أول مرة اللعيبة تشوف مشهد جماهيري بالحجم ده وبالضخامة دي، إن إحنا نلاقي الاستاد فوق ال 70 80 ألف متفرج وفي 20 30 ألف متفرج مش عارف يخش بره الاستاد، كان المنظر صعب جدا 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 على اللعيبة. وبالأخص إن إحنا بنلعب بطولة الدوري العام بدون حضور جماهيري. فكان الموضوع من كل جوانبه كان أنا شايفه إن دي كانت أصعب مباراة عشان الظروف اللي أنا حكيتها لك دلوقتي. تمام. خلي بالك النهارده الجماهير يعني انتوا رفعتوا سقف طموحات جماهير مصر بعد الاداء الرائع وبعد التتويج ببطوله افريقيا تحت 23 سنه، جماهير مصر منتظره ميداليه اولمبيه في اولمبياد طوكيو 2020. ان شاء الله يا كابتن اسامه احنا وعدنا الجمهور ان احنا هنروح الاولمبياد، وعدنا ان احنا ان شاء الله هنكون على منصه التتويج، وبنوعده من دلوقتي ان شاء الله ان احنا رايحين الاولمبياد مش عشان نكون ضيف شرف، احنا رايحين الاولمبياد عشان نرفع العلم المصري ونجيب ميداليه ان شاء الله في اولمبياد طوكيو. ان شاء الله. كابتن اسامه عبد الكريم مدرب منتخب مصر حراس المرمى منتخب الاولمبي، شكرا جزيلا لك.
يعني دي كانت مداخله مهمه مع كابتن اسامه عبد الكريم، وضح كمان العلاقه اللي موجوده ما بين كل لاعبي منتخب مصر الاولمبي، وخاصه كمان حراس المرمى محمد صبحي وعمر رضوان وعمر صلاح وكمان مصطفى شوبير اللي كان خارج القائمه. وعلشان كده منتخب مصر الاولمبي يعني هي دي الروح اللي ميزته في البطوله، بعيد عن الفنيات وبعيد عن الاداء داخل الملعب، لكن هي دي كره القدم. لما يبقى فيه كفاف وفيه روح الحب والود والجماعيه حتى لو في اخطاء في الملعب، ده كله بيروح مقابل الروح الموجوده فعلا. يعني كمان زي ما بقول له النهارده المنتخب الاولمبي رفع سقف طموحات الجماهير. النهارده في اول مباراه مالي في البطوله ما كانش فيه اقبال جماهيري كبير، لسه الناس البطوله مش مسمعه معاها او اللعيبه معلمه معاها. النهارده مع اداء مباراه غانا تاني مباراه، بدات الجماهير والانظار كلها تلتفت ناحيه المنتخب الاولمبي. ده جه من النتائج ومن الروح ومن المكسب ومن الكوره الحلوه. فمن هنا الوصول لاولمبياد طوكيو 2020 كمان بيحط مسؤوليه كبيره على كابتن شوقي غريب وعلى لاعيبه المنتخب الاولمبي. ان شاء الله ان احنا لازم نحقق حاجه، خاصه ان الجيل ده مش هنقدر، يعني احنا بنطلب ما نطلبش منه المستحيل، احنا بنطلب منه حاجه ان شاء الله قادر عليها يعني بعد اللي احنا شفناه. فالنهارده دور اتحاد الكره المصري واللجنه الخماسيه علشان ان شاء الله نستكمل بقى ونقدر نرسم الفرحه الكبيره في اولمبياد طوكيو، لازم يكون في اعداد جيد، لازم يكون في مباريات قويه، لازم يكون في احتكاك قوي جدا، لازم يكون في مدارس مختلفه هنلعبها سواء من امريكا اللاتينيه او من اوروبا او من افريقيا زي ما لعبنا او من اسيا، علشان نكون مؤهلين ان شاء الله في اولمبياد طوكيو. حلم بيراود اللاعبين وحلم بيراود الجمهور ان شاء الله، يعني وزي ما بقول لحضراتكم مش مستحيل يعني بعد اللي احنا شفناه، خاصه الروح مش مستحيل يعني على المنتخب الاولمبي انهم يحققوا يعني انجاز كبير يضاف كمان يضاف للكره المصريه. كابتن شوقي غريب شفنا دايما يعني تعبيراته وهو واقف على الخط، تحس ان هو يعني واحد من اللعيبه، تحس انه مع كل كوره عايز ينزل يلعب وعايز يشوط وعايز يسدد وعايز يسجل. حركته على الخط تحس انه واحد من اللعيبه مش بعيد، يعني برغم فرق السن لكن لعب دور مهم جدا في توصيل الروح المعنويات، الروح المعنويات التفاف الجمهور. بعد كمان كل هدف لعيبه منتخب مصر بتحرزه بنشوف بيجروا ازاي على الكابتن شوقي كمان على الجهاز الفني. واحد برضو من نجوم المنتخب يعني اللي دايما انا براهن عليه شخصيا هو عمار حمدي. عمار حمدي ما شاء الله كان ليه دور كبير جدا ومؤثر مع منتخب مصر الاولمبي في خط الوسط، دينامو في نص الملعب، وانا مسميه محمد بركات الجديد. روح قتاليه جدا، كورته ما شاء الله هايله، ليه رؤيه في الملعب، يمتاز بالسرعه. فواحد برضو من مكاسب البطوله عمار حمدي اللي اخذ احسن لاعب في مباراه جنوب افريقيا في المباراه قبل النهائيه، وكمان اتحط في التشكيله المثاليه لمنتخب افريقيا تحت 23 سنه. معاه التليفون الكابتن عمار حمدي. الف مبروك يا عمار. حبيبي يا كابتن اسامه، الله يبارك في حضرتك، وانا بشكر حضرتك على الكلام اللي حضرتك قلته ده. ربنا يخليك كابتن. لا فعلا تستحق، وما شاء الله بطوله رائعه واداء رائع، وتستحق كمان يعني زمن الاتحاد الافريقي كرمك وكنت موجود في التشكيله المثاليه في منتخب افريقيا، تستحق فعلا يا عمار. حبيبي والله كابتن اسامه، ربنا يخليك، الله يبارك في حضرتك كابتن. قبل البطوله عمار كنت متوقع بقى او احساسك والبطوله على ملعبنا وسط جمهورنا ان احنا ناخد البطوله، ولا كان لسه العمليه مش واضحه بالنسبه لك؟ هو بص يا كابتن اسامه، احنا ما نضحكش على حضرتك، احنا كنا اول حاجه حاسين ان الهدف قدامنا كلاعيبه كلنا كنا متفقين واخدين وعد مع نفسنا ان احنا اول حاجه ان احنا نوصل طوكيو. تمام. دي كان اول حاجه مركزين فيها واللي احنا بنسعى عليها. فالحمد لله اللي احنا وصلنا يعني طوكيو وكده، فبعد كده بقى انا احنا واللعيبه وكده فكرنا بقى ان احنا ان شاء الله يعني اللي احنا قايلين على البطوله، لان كابتن شوقي واللعيبه ورمضان كان ليه دور كبير يعني كان بيتكلم معانا ان ما ينفعش الجماهير دي كلها بتكون بتجيلنا واحنا نخذلهم. تمام. فكانش ده ينفع يحصل. طيب. لان كابتن شوقي كان محفزنا وبيكلمنا ان الجماهير دي كلها مستنيه نفسها فرحة. تمام. نفسها تفرح. تمام. المستوى اللي هي الجماهير برضه زعلانه بسبب اخطاء المنتخب الاول وكده، فكانت نفسها فرحة. تمام. فاحنا كنا مركزين في ده. طب عايز اسال عن دور الكابتن شوقي يا عمار، وانت بتتكلم على الكابتن شوقي كان له دور كبير، دور الكابتن شوقي معاك ومع اللعيبه والكلام اللي كان دايما بينه الشوطين، بنشوف الشوط الاول مثلا اداء، بنشوف في كلام الكابتن شوقي بين الشوطين بنلاقي اداء مختلف تماما الشوط الثاني. هو كابتن شوقي كان الصراحه يعني
كان مدينا حافز كبير يعني. هو كان شوقي يعني بجد قبل ما يكون المدرب بتاعنا كان بيكون اب لينا. تمام. صراحه يعني من احسن المدربين اللي اتمرنت معاهم، وجدع بره الملعب جدا وجوه الملعب الصراحه. كويس. وما بيحملش عليك اي ضغوط الصراحه يعني. فهو كان بيتكلم معانا يعني لما بنيجي مثلا في ماتش جنوب افريقيا كان الشوط الاول خلصان 0-0 واللعيبه كلها كنا ممكن نكون بنلعب فرد وكده. تمام. فراح جه كابتن شوقي قال لنا ما ينفعش انتوا بتعملوه الحلم كده هيضيع، وفضل يقول لنا الكلام ده. كان اول حاجه بنت يقولها لنا بعد كل ماتش الجماهير ما ينفعش نروح الجماهير دي زعلانه، ما ينفعش الجماهير دي تكون جايه كلها وتروحهم زعلانين. تمام. فاحنا كنا كلنا مركزين ان احنا نروح الجماهير دي فرحان يعني، احنا ما كناش بنشيلنا اهم حاجه غير الجماهير دي والله. فالحمد لله احنا قدرنا ان احنا نفضحهم ونرجعهم يعني منصورين يعني الحمد لله. تمام. عمار انت كنت دايما في المباريات الوديه بتلعب باك رايت، لكن النهارده مع البطوله مع اصابه ناصر ماهر الكابتن شاو غريب وظفك في حته وسط الملعب، كان عندك الاستعداد وكنت مستعد انك تلعب في اي مركز كابتن شاو غريب يحطك فيه؟ كابتن شاو لعبني في اماكن كتيره يعني كابتن اسامه، لعبني في مركز الباك رايت، وحتى لو حضرتك واخد بالك في ماتش اخر ماتش اللي هو الودي مع جنوب افريقيا اللي احنا كسبنا فيه كنت بلعب برده في باك رايت. جه صادق اتصاب وعم نزل كريم ورحت انا اتفضل. تمام. فانا كان كابتن شوقي يعني كان يعني دي حاجه كويسه اللي هو بيلعبني في كل المراكز باك رايت وتفضل وبعد فراوده والاماكن دي كلها. كويس. يعني وظفك في المباريات الوديه في كذا مركز عشان لو حصل ظروف في اثناء البطوله يبقى انت مستعد للموضوع ده يا عمار. لا هو الصراحه هو لعبني في اماكن كثيره يعني. دي يعني كانت حاجه كويسه يعني ان انا بلعب في اماكن كتير يعني. طيب عايز اخدك بقى لاصعب اصعب مباراه واجهتك في البطوله، او يعني من وجهه نظر عمر حمدي المباراه دي كانت صعبه بالنسبه لكم او عنق زجاجه، كانت مباراه ايه؟ انا بالنسبه ليا هو في ناس بتقول ماتش غانا، انا بالنسبه ليا انا ماتش جنوب افريقيا، لان هم لما جابوا الجون اتعادلوا معانا، فبجد الماتش ده كان صعب قوي. انا بجد حسيت ان الماتش بيضيع مننا. حتى انا رحت اتكلمت مع اكرم فكنت خايف قوي، كنت قلقان قوي اللي هو خلاص يعني تعبنا ده كله هيروح. فكنت واثق قوي ان احنا الحمد يعني كنت واثق قوي ان احنا هناخد البطوله دي. واثق قوي يعني الصراحه يعني كابتن اسامه اللعيبه في المنتخب انا مش عايز اقول لحضرتك الروح هناك موجوده ازاي في المنتخب، اللعيبه كلها بتحب بعض، اللي بره الملعب قبل جوه يعني اللي بره الملعب اللي بيكون قاعد على الدكه واللي بادئ يوم جاء اللي قاعد على الدكه خد الشنكار شد حيلك وربنا معاك، بيبقى في كده روح بيبقى في روح كده كابتن. تمام. دي مش بتلاقيها في حتت كثيره يعني، انا دي متعوده في النادي الاهلي، الروح دي مش متعوده في حتت ثانيه. تمام. ده في بقى انت حضرتك عارف ما لعبش فزعلان عايز اللي في مكانه يبقى الكلام ده. وفعلا ده انعكس عليكم في الملعب كمان يا عمار، وفعلا ده انعكس عليكم. انا عايز اخدك بقى لجائزه افضل لاعب في مباراه جنوب افريقيا، يعني النهارده عمار حمدي افضل لاعب او رجل المباراه في مباراه جنوب افريقيا، بتمثل لك ايه الجائزه دي؟ خاصة كمان أنت مواليد 99 بتلعب مع المنتخب الأكبر منك مواليد 97 وأنت أصغر سنة منهم، ما شاء الله موجود في البطولة وشكل أساسي وبتأدي أداء رائع، جائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب أفريقيا تمثلك إيه يا عمار؟ أنا طبعًا كنت فرحان جدًا والله كنت بس كنت حاسس بفخر جدًا إن أنا بجد الفترة اللي فاتت دي أنا كنت بتعب، وطبعًا الجائزة دي يعني الصب لزمايلي برضه يعني زمايلي هم اللي لهم فضل عليا برضه بعد ربنا، هم يعني اللي هم اللي زعلوني كده، وطبعًا كابتن شوقي طبعًا هم اللي بيساعدوني، والجائزه اللي اي لعيب بياخدها بتصب على مصلحه الفريق كله. تمام. فطبعا انا بشكر الزمالك وبشكر الجهاز الفني يعني على الجائزه دي، وان شاء الله باذن الله في طوكيو نعمل حاجه باذن الله يعني نكون عند حسن ظن الجماهير المصريه ان شاء الله. ان شاء الله يا عمار، يعني زي ما فرحتوا كل جمهور مصر ان شاء الله قادرين كمان في اولمبياد طوكيو انكم تحققوا حاجه ان شاء الله باذن الله. باذن الله كابتن اسامه ان شاء الله. عمار حمدي لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر الاولمبي، شكرا جزيلا لك، كلمات مهمه جدا من عمار حمدي برضه بتعكس لما بكلمه عن افضل لاعب في مباراه جنوب افريقيا، بقول مش عمار حمدي اللي خد الجائزه، النهارده الجائزه دي جائزه فرديه لكن بيهديها لكل اللاعبين، الروح اللي موجوده، التكاتف الموجود، بقول كمان يعني اي لعيب بينزل عشان يشارك بعض الوقت بتلاقي كل اللعيبه اللي بره على الدكه بتشجع اللعيب وبتسنده وبتدعمه، فدايما في كره القدم لما بنشوف الروح دي دايما بنشوف فوز وبنشوف انتصارات، زي ما لحضراتكم منتخب الاولمبي ان شاء الله قادر انه يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. جت تحية بحضراتكم مرة تانية ونروح لفقرة أخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنروح بقى لخبر مهم جدا مع شباب النادي الأهلي اللي كان عنده مباراة من ساعات قليلة وانتهت بفوز النادي الأهلي على بيراميدز بثنائية. معانا من الوطن
موقع الوطن، أهلي 99 يفوز على بيراميدز بثنائية وتصدر دوري الجمهورية. أحرز أهداف النادي الأهلي أحمد الشامي وفهد جمعة. بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق مع بيراميدز صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط. أصبح الفرق بين الأهلي وبيراميدز النادي الأهلي المركز الأول 6 نقاط. كل التوفيق لشباب النادي الأهلي. روح أيضا من الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وأهلي 2000 يفوز على شباب الأميرية بثلاثية في بطولة منطقة القاهرة. أحرز أهداف النادي الأهلي العربي جمال وكرم النقيب ومحمد حسام. بهذه النتيجة وصل فريق الأهلي 2000 سلسلة الانتصارات المتتالية، وصل إلى الفوز السادس ليرفع رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة. هنروح لأهلي 2001، أهلي 2001 يفوز على طلائع الجيش 2-1. أحرز أهداف اللقاء محمد ياسر مهاجم النادي الأهلي والعربي بدر اللي مع كابتن ربيع سين في تونس في بطولة شمال أفريقيا. بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى 27 نقطة من الفوز في 9 مباريات وخسارة 5 مباريات. أهلي 2002 يهزم شباب زينهم 8-0، 8-0. أحرز أهداف النادي الأهلي أحمد عربي 3 أهداف، وأحمد سيد عبد النبي هدفان، وعلي عمرو محمد خالد ومعتصم محمد هدف لكل منهم. هنروح ل 2003. 2003 يهزم المقاولين 2-1، أهداف الأهلي عن طريق اللاعب محمد محمود هدفي اللقاء. محمد محمود هو اللي أحرز الهدفين في نادي المقاولين العرب. مع أهلي 2004، أهلي 2004 تعادل سلبيا مع الإنتاج الحربي بعد الفوز الكبير على الإسماعيلي الأسبوع السابق 7-0، بيتعادل مع الإنتاج الحربي بالتعادل السلبي 0-0. نتائج الجولة 11 لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، فوز الزمالك على الجونة 3-2، الإسماعيلي على بيراميدز 1-0، إنبي على المقصة 3-2، تعادل سموحة مع وادي دجلة 1-1، الأهلي مع الإنتاج الحربي 0-0، حرس الحدود مع طنطا 1-1. هنروح لأهلي 2005 بطولة منطقة القاهرة، بيفوز على مصر الجديدة في بطولة منطقة القاهرة، يعني جه الهدف المباراة الوحيد عن طريق أحد مدافعي الفريق المنافس بطريق الخطأ. بهذا الفوز رفع فريق 2005 بالأهلي رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة. يقود أهلي 2005 الكابتن أحمد سمير مدير فني، وكابتن معتز إينو مدرب عام. أهلي 2006 مع الكابتن تامر حفني، يعني فاز بثلاثية على شباب الأميرية. جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق عمر سيد معوض ومحمد أحمد سعد وأمير علاء، وهذا هو الفوز السادس على التوالي الذي يحققه فريق 2006 ليرفع رصيده إلى 18 نقطة. أهلي 2008 براعم النادي الأهلي يقطع حارة الاتصالات بثلاثية في سوبر البراعم. كان فاز النادي الأهلي 2008 بثلاثية في سوبر البراعم. وأيضا معانا نتائج فرق البراعم في مهرجان البراعم. كان 2007 تعادل سلبيا مع طلائع الجيش، وفاز مواليد 2010 على حلوان 3-0. أيضا في خبر مهم، هنروح سيبنا أخبار النادي الأهلي، هنروح لخبر مهم مع منتخب الشباب بقيادة الكابتن ربيع ياسين وخمس لاعبين من الأهلي. يعني أصبحوا ستة مش خمسة، خمس لاعبين من الأهلي يسافرون إلى تونس مع منتخب الشباب. لاعبي النادي الأهلي اللي انضموا مع كابتن ربيع: حمزة علاء في حراسة المرمى، محمد أشرف ظهير أيسر، وعربي بدر لاعب وسط، ومحمود صابر جناح أيمن، وشادي رضوان تحت المهاجم جناح أيسر. وانضم في اللحظات الأخيرة أحمد نبيل كوكا من الأهلي. دي قائمة اللاعبين اللي انضموا من النادي الأهلي، أصبحوا ست لاعبين إلى منتخب الشباب بقيادة الكابتن ربيع ياسين. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. بكرة إن شاء الله كابتن ربيع هيواجه المغرب بكرة إن شاء الله، يوم الأربعاء مع بوركينا فاسو، يوم الجمعة مع الجزائر، وتونس يوم الأحد. فرصة طبعا يعني لكابتن ربيع ياسين، احتكاك قوي، بطولة شمال أفريقيا، فرق قوية، تونس المغرب الجزائر، وكمان انضم ليهم بوركينا فاسو وكمان مصر. فرصة إن شاء الله للكابتن ربيع ياسين إنه عشان يقف على التشكيلة الرئيسية أو القوام الرئيسي اللي هيخوض بيه إن شاء الله التصفيات اللي هتكون موجودة إن شاء الله في شهر 5. ففرصة احتكاك دولي كمان للاعبين، مدارس قوية. النهاردة لما بنتكلم عن تونس والمغرب والجزائر دايما في منافسة قوية، دايما عندهم مواهب. ففرصة إن شاء الله يعني يكون استعداد جيد للكابتن ربيع ياسين. نروح بقى لأهداف الأسبوع مع النادي الأهلي بالصوت والصورة، كل الأهداف اللي كانت معانا. كل الأهلي والمقاصة. طيب نشوف معانا أهداف الأهلي والمقاصة بالصوت والصورة.
الركله الحره يلعب ويعلق محمد عبد المنعم جول 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 جوه جول هدف اول للنادي الاهلي عن طريق مانو مانو عبد الرحمن مانو يلعب هدف اول رايح لمين؟ رايح للكابتن احمد عبد الظاهر وهدف اول للنادي الاهلي من ركله حره وركله ثابته في اول خطا في التمركز من لاعبي فريق مصر المقاصه يلعب لفارس فارس طارق فارس يعلق ويلعب العرضيه زيطة النادي الاهلي حط راجل جول 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 جوه جول هدف تاني عن طريق محمد فخري محمد فخري يضع هدف ثاني للنادي الاهلي علشان يرفع رصيده من الاهداف للهدف رقم 12 هذا الموسم هداف البطوله هداف المسابقه محمد فخري بهدف ثاني للنادي الاهلي شكري عدى شكري تمريره فوزي شكري فخري عايز يصوب يصوب ويسدد حلوه التصويبه جول 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 جوه جول محمد شكري يضع هدف ثالث للنادي الاهلي اهداف حلوه محمد فخري ومحمد شكري ما شاء الله مع شباب النادي الاهلي بيعيشوا حاله فنيه جيده جدا ان شاء الله الكابتن عمرو انور عامل شغل واضافه كبيره ليهم جدا ما شاء الله شفنا كمان الهدف الثاني بتاع محمد شكري هدف حلو يعني لمسه واحده ومحضر نفسه وعلى الطاير لمسه واحده فما شاء الله من الاهداف الحلوه اللي دايما يعني فريق شباب النادي الاهلي يعني شغالين شغل كويس مع الكابتن عمرو انور نروح نشوف بقى منتخب الاسبوع منتخب الاسبوع من الناشئين ومن المراعم اللعيبه اللي تالقت خلال الاسبوع اللي فات في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ومعانا منتخب الاسبوع لقطاع الناشئين في حراسه المرمى مروان صلاح مواليد 2004 خط الظهر حسون محمد مواليد 2000 هاني عمرو 2001 وعلاء نبيل مواليد 2000 ومعتز محمد 2005 خط الوسط يوسف عبد الحفيظ مواليد 2005 واحمد نبيل كوكا 2001 زياد طارق مواليد 2000 عبد الرحمن ممدوح مواليد 2004 وعمر السرساوي 2006 وفي خط الهجوم محمد ابو العمايم مواليد 2005 ده منتخب الاسبوع لقطاع الناشئين ايضا عندنا في منتخب الاسبوع لقطاع البراعم مواليد 2010 و9 و8 و7 و6 في حراسه المرمى يوسف صنديد مواليد 2008 عمر شريف 2010 صالح موسى 2008 عمر محمد 2007 ويوسف محمد 2009 في خط الوسط مروان رمضان مواليد 2008 وصبري نبيل 2009 عندنا تحت المهاجم يوسف حلمي 2008 وزياد ناجح 2007 وعلي محمد 2010 واسماعيل مصطفى 2010 ده كان منتخب الاسبوع من قطاع الناشئين ومن البراعم كل اللعيبه اللي تالقت خلال الاسبوع اللي فات ودايما بناخد منتخب الاسبوع كمان سلوكيا قبل فنيا عشان برضو اللعيبه تكون عارفه ان السلوكيات مهمه جدا ثم تاتي الفنيات دايما عندنا فقره ثابته في برنامج الاشبال بنتكلم عن لاعب المستقبل لاعب المستقبل دايما بنقدمه للفريق الاول في الحلقات السابقه قدمنا لعيبه مميزه وتم تسليط الضوء عليها اللعيبه دي طلعت واتمرنت مع الفريق الاول النهارده نجمنا هو مصطفى الياس مواليد 2000 تاريخ الميلاد 1/6 مواليد 2000 انضم للاهلي سنه 2009 ظهير ايسر ومدافع بيلعب باك ليفت ومدافع طوله 184 سنتي والوزن 78 مصطفى الياس من اللعيبه الجيده داخل قطاع الناشئين يعني من اللعيبه اللي احنا بنتنبأ ليها ان شاء الله يكون موجود في الفريق الاول نروح نشوف التقرير ده عن مصطفى الياس نرجع لحضراتكم مره ثانيه لم تكن حكاية رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي وقيادته للمنتخب الأولمبي رفقة زملائه لمنصة التتويج وحصد لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام وتأهلي لأولمبياد طوكيو لم تكن الحكاية الأولى لن تكون الأخيرة في مسيرة كيان كبير اعتاد أن يمد كل عناصر الرياضة المصرية بلاعبيه لم يتوقف دور قطاعات الناشئين بالقلعة الحمراء عند دوره بتصعيد لاعبيها إلى الفرق الأولى بكل الألعاب ولكن لها دور آخر وطني أكبر وأهم وأشمل ألا وهو رفع علم مصر في كل المحافل محلية وعالمية
الأهلي يقدم ويمد المنتخبات المصرية في كل الألعاب بعناصر مميزة ورائعة. على الطريق يسير لاعب جديد ألا وهو مصطفى إلياس، الظهير الأيسر لفريق 99 بالنادي. ولد مصطفى إلياس في الأول من شهر يونيو عام 2000، وقبل أن يكمل عامه التاسع كان قد انضم للأهلي في سبتمبر 2009، لمع مبكرا بفضل موهبته والتزامه وتركيزه، لفت الأنظار رغم عمره الصغير، فسافر مع منتخب القاهرة في رحلة اليابان ولعب لمنتخب الناشئين. مصطفى إلياس، ورغم أنه من مواليد عام 2000 لكنه يشارك في فريق 99 في دوري الجمهورية. مصطفى إلياس ناشئ جديد يقدمه برنامج الأشبال كما تعودنا كل أسبوع إلى ريني فايلر ليكون نجم المستقبل. ان شاء الله مصطفى الياس لو خد فرصه مع الفريق الاول ان شاء الله يقدر يثبت نفسه، خاصه يعني هو مواليد 2000 ويمتاز كمان بالقوه البدنيه وبيلعب في كذا مركز باك ليفت وبيلعب مساك. كل التوفيق ان شاء الله لمصطفى الياس في قطاع الناشئين، وكمان لو خد فرصه مع الفريق الاول. نروح لفاصل، بعد الفاصل استقبل ضيفي الدكتور ابراهيم العقاد الاخصائي في الطب النفسي والرياضي. بجد تحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيف النهاردة اللي مشرفني في برنامج الأشبال دكتور إبراهيم العقاد، يعني متخصص في التأهيل النفسي الرياضي، يعني حاجة مهمة جدا. دايما في كرة القدم بنهتم بالفنيات، بنهتم بالتغذية، لكن دايما في بنغفل الجانب النفسي، لكن هو ليه دور مهم، وأصبحت دلوقتي كل الفرق والتطور والتقدم في كرة القدم وفي كل الألعاب كمان، مش في كرة القدم بس، عشان تصنع بطل لازم تأهله نفسيا. ده اللي هنتعرف أكتر من ضيف النهاردة عن التأهيل النفسي في الرياضة. شرفنا دكتور. أنا كابتن إزاي صحة الحمد لله. في البداية يعني التأهيل الرياضي أو التأهيل النفسي مدى أهميته في الرياضة عموما إيه؟ طب بس عشان في الأول أنا عايز أشرح الفرق بين التأهيل النفسي والعلاج النفسي، لأن الموضوع ده بقى يعني منتشر جدا في مصر، في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه تاهيل نفسي. تمام. والاولاد برضو انا لما رحت النادي الاهلي وعملنا المحاضره مع الشباب 99 مع كابتن عمرو انور، برضو انا قعدت اشرح لهم الموضوع ده مهم جدا، ان ايه الفرق بين العلاج النفسي والتاهيل النفسي. تمام. يا جماعه العلاج النفسي بيقوم بيه الطبيب النفسي، خريج الطب النفسي اللي هو بيسموه سايكاتري. ده راجل بيؤمنوا بفيسيولوجيه المخ، يعني كل حاجه بديها دواء فبتنتظم الامور، يعني واحد عنده شويه اكتئاب، واحد يعني بيدخل فيها في الامراض النفسيه، ده الطب النفسي. اما في الرياضه عندنا احنا بقى بصفه انا رياضي يعني سابق وكده، وكنت بلعب في النادي زي ما قلت لحضرتك. برضه الدكتور ابراهيم العقاد يعني من احد ابناء النادي الاهلي. الله يكرمك يا فندم. كنت جيل مين بقى يا دكتور؟ انا جيل كابتن هاني رمزي وكابتن محمد عبد الجليل وكابتن عبد الرحمن عشان ما انساش حد، كابتن عصام ربيع، كابتن حماده يونس، يعني وكابتن عمرو امنه طبعا. وأيمن بسيوني وحمد حموده وياسر محمدين، يعني انت كمان في المجال ومتخصص كمان جوه المجال، فده هيفيدك اكتر كمان. دي النقطه الجديده بقى اللي انا عشان كده انا فكرت فيها ازاي ان احنا نعمل التأهيل النفسي. فنرجع تاني لنقطه العلاج النفسي، قلنا عشان نخلص الموضوع ده انا مش متخصص في الطب النفسي، التخصص في الطب النفسي ده حاجه وشغلنا حاجه تانيه، احنا بنشتغل بالجلسات النفسيه الخاصه اللي هو سايكولوجي بيسموه مؤهل نفسي، واخد بال حضرتك؟ السيكولوجي ده عباره عن ايه؟ بيبقى علاج اسمه سبورت ثيرابي، علاج داعم للشخص لغايه ما بيعدي ازمته ولغايه ما بيعدي الموقف اللي هو فيه، ولكن ليس له اي علاقه بالادويه. يبقى احنا كده فرقنا بين دي وبين دي. نخش بقى على اهميه التاهيل النفسي في الكوره وفي الرياضه عموما. طبعا انا خلال قعدتي في اليابان حوالي 25 سنه او 24 سنه، يعني كنت انا سيكولوجي وبعدين فتحت اكاديميه كوره هناك وبديت اتمرن فرق الناشئين هناك ومعايا رخصه من الاتحاد الياباني نفسه للتدريب يعني. فبعد ما اشتغلت لقيت نفسي بشتغل الشغل النفسي كتير جدا عن الشغل الفني، يعني اثر في اللعيبه جدا لدرجه انا قلتها كذا مره لكن اعيدها تاني، ان اللعيبه عندهم 12 او 13 سنه واخد بال حضرتك يكسبوا ناس عندهم 16 سنه، ودي حضرتك لعيب كوره ونجم كبير وفاهم ان دي موضوع صعب.
الداخليه اللي بتستنفرها من اه وانا ليا يعني برنامج خاص شويه يعني مش موضوع الدوافع بقى والاغاني وهنجي لها الحكايه دي والحماس لا هو موضوع ان انت بتقف بتعمل عمليه بناء ذات من الاول وجديد فبناء على العمليه دي جات لي فكره ليه ما يكونش في كل جهاز فني في مصر مدرب احمال نفسيه احنا عندنا مدير فني ومدرب عام ومدرب حراس مرمى ومدرب تحليل وحاجات كتير طب الاحمال بقى النفسيه فين هي وهي دلوقتي الاتحاد الدولي بيقول مطلع اخر احصائيه حضرتك ان مستوى اللاعب 60% منه للمدرب مهاري وبدني مستواه عشان يتقدم و40% منه سيكولوجي يعني شغلتها ففي نسبه كبيره جدا حضرتك من شغل انا تاثر على مستوى اللاعب وبفضل الله الحمد لله انا شغال دلوقتي مع ثلاثه او اربعه من فريق 99 سنه. انا عايز اتكلم بقى بالتفصيل عن التجربه والقعده والجلسه اللي جمعتك مع فريق شباب النادي الاهلي. ايوه يا فندم. وبالمناسبه النهارده كمان يعني فازوا على بيراميدز ما شاء الله مبروك. باداء رائع يعني. الحمد لله الاولاد طبعا كانوا مخضوضين من حكايه التأهيل النفسي والعلاج النفسي وانا مجنون وانا قعدت معاهم. خلي بالك يا دي اول حاجه بتيجي في دماغ اي حد النهارده في دكتور نفسي او تاهيل نفسي هيقعد مع والله انا يا دكتور انا سليم وكويس وما فيهاش حاجه يا فندم دي اول حاجه بتيجي في بال اللعيبه يا فندم انا راجل مداعم ليه ده بالعكس ده هو المفروض هو الاولاد فرحانين جدا بعد المحاضره وبيجوا لي ده بيقولوا مخصوص يعني واخد بال حضرتك كويس الموضوع ان انا فهمتهم يعني ايه تاهيل نفسي دي اللقطات اللي معانا وحضرتك بتتكلم دي الجلسه يعني صورناها كاميرا الاشمال كانت موجوده دي لعيبه فريق شباب النادي وكابتن عمرو انور كمان والجهاز الفني المعاون للكابتن عمرو انور والدكتور ابراهيم العاد اتفضل يا طبعا انا هنا شرحت لهم ان انا لعيب كوره فاكتر واحد هيحس حضرتك كنت لعيب كوره ونجم كبير وفاهم اكتر واحد هيحس بلعيب الكوره اللي كان لعيب كوره وهي دي النقطه الجديده اللي انا جاي بيها في مصر ليه لعيب الكوره المعتزل بدل ما بيروح ياخد اي وبي وسي في التدريب بس ليه ما يشتغلش شغلتي انا ياخد دبلومه محترمه اي وبي سي وعلى فكره انا مقدم لوزاره الشباب والرياضه ونحاول نوصل لاتحاد الكوره على المشروع ده ان يبقى اصدر قرار ان في كل فريق لازم اجباري اللي هو السيكولوجي الرياضي وهو هيشتغل شغله الفكره بقى ان انا فهمت الاولاد يعني ايه تاهيل نفسي فالاولاد فرحوا جدا ان هم هيسمعوا حد واخد بال حضرتك وفهمتهم احنا هنشتغل ازاي مثلا يعني انا فهمتهم البرنامج هنشتغل ازاي اولا في حاجه اسمها محاضرات تمهيديه يا كابتن اسامه تمام اللي هي الثقافه النفسيه يعني حضرتك كنت لعيب كوره مش ممكن ما عدتش بازمه يعني مشاكل لعيب الكوره مش بنات عندك مباراه جايه صعبه ازاي افكر فيها ازاي اخلق الدوافع بالظبط كده الاستعداد النفسي ده مهم جدا هل وانا نازل برضه خايف ومرتبك ولا الدنيا بالنسبه لي ايوه فانا عايز الراجل ده هيشتغل من اول الموسم من اول الاعداد شغلته ان هيكمل الايه في التدريبات الملاحظات بتاعته على البرنامج بتاعي اللي انا جايبه وبقعد مع كل واحد بنده بعد التدريب تعالى محمد تعالى يا فلان تعالى اقعد معايا انت في عدم التركيز عدم تشتت ذهني مس باص كتير النهارده لان انا لعيب كوره وفاهم في حالته مش مظبوطه فحضرتك النهارده لعيب الكوره انسان حتى الجهاز الفني ما عنده ضغوط عصبيه وعنده عيلته وعنده مشاكله وعنده اولاده وعنده فبرضه حتى الجهاز الفني محتاج واخد بال حضرتك فلاعب الكوره النهارده بالذات حتى في سن الشباب دول اللي همضي لا انا ماشي انا همضي اعاره لا انا هكمل درجه اولى طب انا هعمل ايه حتى التفكير في مستقبله اكيد يا فندم الضغوط الماديه موجوده الظروف الاجتماعيه موجوده فكل ده دي مش شغله مدير فني انت حضرتك عارف في مصر ان المدير الفني شغل بيشتغل 40% والباقي كله حل مشاكل تمام. انا ما خدتش فلوسي انا تعبان انا يعني مثلا المدير الفني يجي بلغه الكوره كده يخطف واحد طب اقعد دلوقتي واخد بالك فيجي الولد ده في خمسه او ست حالات ممكن حضرتك تقول اولا الاصابه في حاله الاصابه نجم كبير مثلا زي حضرتك بيلعب فالمهم لا قدر الله حصلت اصابه زي الكابتن محمد محمود مثلا ده الراجل ده انا عايز اعرف سؤال وموجه يعني هيعدي المرحله دي النفسيه دي ازاي؟ خلي بالك ده هي اصابه بدات يعني نفسه ترجع تاني للكوره وبدا يشتغل والمعنويات ارتفعت مفيش ما كملش اسبوع اصابه تانية طيب يبقى الكابتن محمد محمود ده مش ممكن مش محتاج داعم نفسي طبعا يا جماعه ده شاب لسه وطالع وماضي ونجم وكان ما شاء الله عليه انا متابعه من زمان فما شاء الله فالراجل ده يعني جاله اتنين صليبي مش ممكن هيعدي لوحده مهما كانت الخبرات خلاص بقى خلصت الايام يا كابتن اسامه بتاعت ايه الخبره والمدرب يطبطب وما اعرفش الام يعني ربنا خلي امهاتنا وابهاتنا تدعي وخلاص مفيش حاجه النهارده اتعلمت في اليابان كده ليه الصدفه
كله علم لازم يشتغل. الراجل ده تعب في فتره الاصابه الطويله ده، لازم واحد زي انا ما بقولش انا بتكلم عموما يعني لازم واحد يكون جنب الراجل ده. ومش طب نفسي، لان الطب النفسي يا جماعه بالادويه ومستحاله الرياضه تتفق مع يعني الادويه. بقى غير المصطلح ونقول تاهيل نفسي، تاهيل نفسي لو سمحت نفسي. يعني دي تشغل. ندي مثلا واحد كان ماشي كويس او ما فيش عدم توفيق، هذا كنت راس حربه، تيجي تحط بدماغك زي ما شاء الله كنت تحط الكره في العرض، الكره مش ماشيه. الراجل ده لازم محتاج له برضه راجل زي يقعد يكلمه. في عدم توفيق، في حاجه كده اسمها اختلال طاقات عند الانسان فاهمني، اللي هي الطاقات النفسيه والطاقات البدنيه والتشتت الذهني والتركيز على المهمه. الموضوع بقى زي ما قلت لك بقى الموضوع علم النهارده 40%. طب التاهيل النفسي يا دكتور، هل عشان يكون مثمر وايجابي هل بيتم بشكل جماعي؟ النهارده بجمع الفريق وبتكلم كويس مع الناس بشكل جماعي، ولا ببقى جلسات منفرده مع شخصيه كل لاعب وبيبقى في كلام مؤثر ممكن اوصل للاعب ده؟ سؤال مهم جدا، متشكر يا كابتن انت سالت. يبقى انا اقول لك انا بقى البرنامج اللي انا معده سابق. اولا احنا عندنا جلسات، قلت حضرتك محاضرات تمهيديه للثقافه النفسيه. يعني ايه الثقافه النفسيه؟ انا مش عايز اكلمه في الفصام والبارانويا والشيزوفرينيا، لا انا هكلمه الامراض اللي بتصيب لعيب الكوره من غير ما يحس. ده في واحد بيقعد مثلا يقعد 6 اشهر على الخط يبقى عنده اكتئاب ومحدش هيعيني حاسس بيه. فانا الحقه، يعني انا ببقى موجود في الجهاز فالحقه. دي يبقى ايه؟ اتفقنا على المحاضرات دي، ايه الامراض اللي ممكن تصيبه؟ واحد مش قادر يعمل كوميونيكيشن مع بقيه الفريق، في التيم ورك مش شغال، في ميس كوميونيكيشن مع المدرب، واخد بال حضرتك مش قادر يوصل. طب بمناسبه التواصل انت بتقول ايه رايك في الحاله اللي اتخلقت في المنتخب الاولمبي الدوافع الكبيره؟ كابتن شوقي غريب كمان يعني لاعب نفسيا اكتر من فنيا على الفريق المنتخب الاولمبي، خاصه ان معظم اللعيبه او كلهم ممكن يكونوا ما لعبوش في التواجد الجماهيري الكبير ده. كويس قوي دي، يعني ده انا كنت جاي لك فيه في الاخر يعني طبعا مبروك للمنتخب الاولمبي ومبروك كابتن شوقي غريب واللعيبه والدنيا كلها يعني. لكن انا في بالنسبه للمنتخب الاولمبي، واخد بال حضرتك ليا بس ملحوظتين يا جماعه. النهارده يعني مش المنتخب الاولمبي بس، المنتخب الكبير واحنا كلنا. طب سيبك تكمل نقطه المنتخب الاولمبي. ومعانا واحد من نجوم المنتخب الاولمبي ما شاء الله، اللي كان صخره في الدفاع، اسامه جلال. تحياتي ليك يا اسامه. احنا معجبين بيه على فكره. حضرتك ما شاء الله يعني في البدايه الف مبروك على الاداء وعلى البطوله، اداء ما شاء الله رائع وثابت خلال مشوار البطوله كلها يا اسامه. ربنا يخليك يا كابتن، الحمد لله، ومساعدة زمايلي ووجود الجماهير فرق معانا كتير جدا والله يا كابتن. واحنا بنتكلم بقى عن التأهيل النفسي، عايزك تكلمني عن دور الكابتن شوقي غريب. دايما كان يعني في محاضراته دايما بين الشوطين دايما كان بيتكلم على الحته النفسيه معاكوا يا اسامه. يا كابتن شوقي من قبل البطوله بيكلمنا في حته ان الناس مستنيه مننا كتير، ان احنا لازم نكون عند حسن ظن الناس، الناس عايزه تفرح. فكان بيهون علينا، لا احنا منتخب مصر، احنا على طول فرقه بطل، فما تنزلش خايف من اي حد، وانت مثلا عندك طموح ان انت تحترف وكده، فانت لازم تثبت ده قدام الناس وتثبت للعيبه اللي انت بتلعبها اللي هم محترفين ان انت احسن. تمام. بس فالراجل يعني كان بيشيل بينا ومدينا ثقتنا في نفسنا طول الوقت، وده اللي حصل. تمام. حضور الجماهير فرق معاكم؟ يعني كان ليه دافع ومفعول السحر معاكم وانتم موجودين في المباريات؟ خاصة إن أول مباراة أمام مالي ما كانش فيه إقبال جماهير كبير، بداية من منتخب غانا، المباراة الثانية ما شاء الله لنهاية البطولة فيها أعداد كبيرة جدا في استاد القاهرة. هو كابتن الجمهور في مصر يعني عارف إمتى يشجع وإمتى يقعد ساكت. الناس لقيت إن في لعيبة عايزة تعمل حاجة لنفسها وعايزة تعمل حاجة لبلدها، والموضوع ده اتحسن أول ماتش، حتى لو الأداء ما كانش 100% بس الروح كانت 100%. فالناس بدات تيجي من تاني ماتش، وده ساعدنا بنسبه كبيره جدا. انت ماتش غانا الماتش بيروح منك مرتين وبترجع، وصوت الناس اللي عماله بتشجع وبتقول يا رب وما عادتش طول الوقت، فطبعا فرق معانا 100%. عجبتني قوي الروح وعجبت جماهير مصر كلها واثنت على المنتخب الاولمبي على الروح اللي موجوده خاصه ما بين اللاعبين. يا اسامه اتكلمنا عن الروح دي، خاصه كان ليها مفعول السحر ان المنتخب الاولمبي يحسم بطوله افريقيا تحت 23 سنه. طبعا يا كابتن الروح دي كانت اول حاجه يعني قبل الكوره طبعا، لان احنا اصلا صحاب من بعض مع بعض من زمان من ايام منتخب الشباب، كل معظم المجموعه دي كانت موجوده من زمان. معسكرات كتير قوي، عملنا معسكرات كتير قوي مع كابتن شوقي غريب من شهر 3/2018 كويس، على طول كل ما 90% من المجموعه اللي موجوده جت كل المعسكرات، فخلاص بقى يعتبر بقينا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد مع اهالينا. انا لما بخاف على زميلي اللي جنبي هتلاقي الفرقه كلها فرقه كويسه. تمام. بس رمضان صبحي، عايز اتكلم عن رمضان صبحي،
خاصة هو كان يعني قائد منتخب مصر، كان دايما بتجمعك ويعني روح جميلة بين رمضان صبحي وكل اللاعبين، وكان دايما بيظهر على السوشيال ميديا وهو بيجمع اللعيبة وكلكم بتتكلموا وكلكم ملتفين قبل المباريات يا أسامة. طبعا يا كابتن رمضان لعيب كبير طبعا، وراجل احتك كتير جدا دوري انجليزي ومع النادي الاهلي، وكان لعب كاس عالم مع منتخب مصر وبطوله افريقيا، فراجل احتك وعارف امتى بيقول ايه وبيتكلم ازاي ويشد اللعيبه امتى. راجل كابتن فرقه بجد فعلا وفرق معانا. وانا لما الاقي واحد نجم زي رمضان كلاعب لعيب بقيمه رمضان وبيهين نفسه في الملعب، فانا برضو لازم اعمل كده. تمام. طبعا الموضوع ده فرق معانا جدا. وكابتن مثلا لو كابتن شوقي امتى، لو كابتن شوقي بيشدد على اللعيبه هو يكلمهم بالراحه امتى، لو لقى اللعيب مثلا فاكك او بيبعد لا هو يدخله تاني. لا حاجه محترمه الصراحه. رفعت سقف طموحات الجماهير كلها بعد الاداء وبعد الفوز بالبطوله. الجماهير مستنيه منك كتير جدا، خاصه في الاولمبياد، قالت ان شاء الله المنتخب الاولمبي قادر انه يعني يحقق ميداليه في اولمبياد طوكيو. اول حاجه ان احنا عندنا اصلا الطموح ده، ان احنا لا احنا عندنا كتير جدا اللعيبه نفسها كل واحد عارف ان هو لا انا مكاني ده الربع الثاني احسن وكده. فاول حاجه كل واحد بيشتغل على نفسه ان هو يكون احسن لعيب في الملعب. وكل واحد طالما عمل كده هتبقى الفرقه كلها كويسه. بطوله افريقيا كانت بالنسبه لنا خطوه، ان احنا طبعا الاولمبياد واحنا مش رايحين الاولمبياد، من انا بلاحظك من دلوقتي مش رايحينها كضيف شرف او كده. تمام. رايحين نعمل حاجه ان شاء الله في الاولمبياد، ميداليه باذن الله ان شاء الله يا اسامه. يعني انتوا قادرين زي ما فرحتوا الشعب المصري كله هنا واخدتوا بطوله افريقيا تحت 23 سنه، ان شاء الله قادرين تحققوا ميداليه كمان وتسطروا تاريخ لانفسكم والمنتخب مصر الاولمبي. اسامه جلال مدافع منتخب مصر الاولمبي، شكرا جزيلا لك. دكتور ابراهيم، يعني اسامه جلال من المدافعين المميزين ما شاء الله، اجاد ما شاء الله، بيتكلم على الدور كمان، وحضرتك كنت بتتكلم عن الدور التاثير النفسي كمان والكلام واللي كان دايما النفسي اللي الكابتن شوقي غريب بيتكلموا مع اللعيب. تمام. طبعا الكابتن اسامه انا من الناس اللي انا كنت بصراحه بتفرج معجب بيه، وكنت نفسي يجي النادي الاهلي عموما يعني. ربنا يكرمه ان شاء الله حسب مستواه. ربنا يكرمه. نرجع بقى للنقطه، انا دلوقتي بنتكلم بالعلم يا كابتن اسامه. ما وصلناش خلاص، احنا وصلنا النهارده لكام واحد شيء. المدرب ده انا عايز من ضمن اسباب ان انا عايز ادخل برنامج التاهيل النفسي اليومي. تمام. جوه الفرقه هي توفير طاقه المدير الفني للشغل الفني بس. تمام. اعمل كورنر ازاي؟ اعمل باص ازاي؟ اعمل تكتيك ازاي؟ اعمل فاول ازاي؟ بدل هو بياخد طاقة كبيرة جدا في التعامل النفسي، بدل ما في شخص يقدر يقوم بالدور ده متخصص، خلاص أنا هريح المدير الفني كل شيء بتخصصه. والمدير الفني آخر أنا بديله ريبورت عن كل لعيب، حالته الذهنية إيه، حالته النفسية إيه، حالته من غير التفاصيل طبعا للعيب، لا الحالة العامة، وده الموضوع الجديد اللي أنا جاي بيه. كابتن شوقي بيقوم طبعا، كابتن شوقي لعيب كبير ونجم كبير ومدرب كبير طبعا، يعني بس خلاص إحنا وصلنا بقى عايزين نشتغل علم شوية بقى. دي حاجة اديك سابقة يعني سابقة شوية يعني. الاغاني اللي هي بتشتغل قبل الماتش الدولي. يا جماعة مفيش حاجة اسمها اغنية تشتغل قبل الماتش الدولي، بترفع معدل سقف الايموشن سيستم اللي هو الجهاز العصبي والعاطفي عنده، واخد بالك، بحيث بعمل كابتن اسامة انت تفهم في الحتة دي، بعمل لعيب الكورة اوفر كونديشن، يعني ما بيبقاش بيبقى في حالة عالية، لا انا عايزه في الوسط، عايزه في الحيادية عشان ينزل زي اللعيبة الصغيرين بالظبط. لما يجي يلعب تحت ضغط جماهيري الحماس زيادة على اللزوم ودوسة بنزين من الاول والحماس وخبط واضغط من الاول، ده شغل فني. لكن انا عايز اظبط نفسيته بحيث ان هو يبقى ايه في المتوسط، في الحاجه المعقوله دي، ما يمنعش ان يبقى فيه روح، في قتاليه وفي ضغط وفي كل حاجه، لكن الحكايه ان انا انزل بعنف، طب انا سوري يعني خدت جون في اول 10 دقائق، هتبص تلاقي كونديشن اتغير خالص وما بنعرفش، دي عرفوها عنا حتى بتوع شمال افريقيا، اما مثلا بنتنرفز وبنطلع بره الجيم، نرفزهم اطلع بره الجيم، الماتش خلص، هات جون الماتش خلص. فلازم خلاص احنا بقى وصلنا لحاجه اسمها العلم النهارده، لازم يفرض كلمته مع احترامي الكامل اللي عملوه. الحاجه الثانيه حكايه المسكات، يعني مبروك افرحوا زي ما انتم عايزين، بس بعد الماتش اللي حصل ده. بس انا في حاجه بقى في حته المسكات دي، يعني لعبنا مباريات قدام فرق كويس. قدام فرق افريقيه كتير سواء منتخبات او انديه. النهارده بيميز لعيبه افريقيا بتلاقيهم ما انا جايلك في الكلام، وهم نازلين المباراه مباشره. بتلاقيهم بيغنوا وبيرقصوا رقصه واحده. حلو. بيخرجوا نفسهم من الضغوطات الموجوده. بيعملوا ايه بقى؟ بيغنوا وبيرقصوا. بص حضرتك، هل الماسكات دي كانت تنفع قبل ماتش الدور قبل النهائي؟ ما تنفعش. ليه؟ افرض احنا اتغلبنا، كان الجمهور هيطلع معاهم ايه؟ معايا فاهمني؟ لكن ماتش النهائي خلاص احنا وصلنا فماشي،
فرحوا شباب صغير ربنا يكرمهم ربنا يسهل لهم، انا فرحان بيهم واخد بالك. انا بتكلم على العلم هنا، الرقص والغنى ده معروف علميا بيطلع من الحاله الانفعاليه، فده شغل علمي اللي شغال، ده مش شغل افريقي بيقول لك العاده الافريقيه، يطلع المذيع يقول لك ايه العاده الافريقيه، لا الرقص بيطلع شحنه سلبه، بيطلع طاقه غير ايجابيه في الجسم، يعني برضه بيخفض التوتر شويه عند اللعيب. ماشي، هم شافوه يعملوا ماسكات ماشي، لو انا قابلت حد فيهم او بعد كده نبقى نشوف الموضوع ده. نرجع بقى الموضوع بتاعنا ولا ايه ولا في بالظبط يعني. طيب معانا دلوقتي يا دكتور يعني اهداف مباراه الاهلي وبيراميدز شباب النادي الاهلي. ماشي يا فندم. طيب اعرضوها لنا كده يا شادي. دي وادي الهدف الاول ما شاء الله. جول هدف اول للنادي الاهلي عن طريق الشامي، احمد الشامي يضع هدف اول للنادي الاهلي عن طريق اللاعب احمد الشامي، هدف اول بتوقيع من الشامي، يضع ضربه البدايه لاهداف اللقاء، كره ثابته، السلاح اللي دايما بيحاول يستغله النادي الاهلي، ضربه راس لكن اتلعبت جميله، اتلعبت من محمد فخري ويقابلها بضربه راس الشامي علشان يضع هدف اول للنادي الاهلي احمد الشامي. واحد النادي الاهلي لا شيء، بيراميدز رهان من الرهانات اللي بيراهن عليها الكابتن واللاعبين اللي بيراهن عليها الكابتن عمرو انور. يرجع مره ثانيه الياس، اتلعبت عدت لفهد، حط يا راجل جول جوه جول، هدف ثاني للنادي الاهلي، اثنين النادي الاهلي عن طريق اللاعب فهد جمعه، لعبت جميله، استلم واستنى وصبر وعمل الوتن دي سي وحدد القرار وتصويبه بالقدم اليمنى في الزاويه القريبه والزاويه الدائره للحارس الفوسكي علشان يضع هدف ثاني للنادي الاهلي. اجمل بدايه للنادي الاهلي في هذا اللقاء واجمل بدايه هذا الموسم في مشوار بطوله الجمهوريه، بدايه اكثر من رائعه للاعب النادي الاهلي. دي كانت اهداف النادي الاهلي للمباراه اللي انتهت من ساعات قليله امام بيراميدز في دوري شباب الجمهوريه، اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 واحرز الاهداف احمد الشامي وفهد جمعه. يعني دي كان الجلسه وبعدها المباراه. فهد ما شاء الله ماشي معايا كويس جدا، كويس. ابتدى يتفهم يعني ايه جلسات فرديه. وبيجي لي المواظب جدا، كويس. وفهم يعني ايه تاهيل نفسي، وعلى فكره هتفرق معاه كتير جدا. وهو ابتدى موضوع فهد وموضوع شكري اسمه سايكوسوماتيك، محمد شكري برضه بيجي لي، محمد شكري مميز جدا، بيجي لي برضه جلسات فرديه، مش جلسات فرديه يا جماعه، ما بيتعالجوش نفسيا عشان برضه بناكد اهو، بنتكلم على التاهيل النفسي. فالناس بيجي له مصطفى فوزي برضه عشان يقول لك الدكتور نسيني ولا حاجه. بيجوا لي بنقعد في جلسات فرديه، وعلى فكره بيجوا لي خارجيا كمان، انا لسه ما جمعناش الدنيا. فانا في حاجه اسمها في علم النفس سايكوسوماتيك. يعني ايه سايكوسوماتيك حضرتك؟ امراض عضويه في المظهر اساسها منشاها نفسي. الاولاد دول بقالهم 4 سنين بيشتكوا من حاجات غريبه جدا. بالنسبه للفهد عنده وجع هنا بيقول لي، وعمل جميع الاشعاعات ما شاء الله، ما فيش حاجه، كلها سايبه، منشا ذهن مشغول، مستقبلي، حاجتي، ضغط، يبقى ده شغل انا بيجي لي بنخفضه. بالنسبه حتى لمحمد نفس الموضوع، اتعمل اشعاعات كتير جدا واخد بال حضرتك. في الموضوع ده، وبرضه الراجل بيشتكي من نفس المنطقه. فربنا كرمه ان شاء الله، ودلوقتي بيقول ان انا خلاص ابتديت الموضوع يقل بدرجات، ده بقالهم جلستين، فالحمد لله نحمد الله احنا ماشيين كويس. فالامراض السايكوسوماتيه دي اخطر امراض تصيب لعيب الكوره، واخد بال حضرتك، يبقى عنده مغص. طب يا ابني في ايه؟ طب اكشف المعده، ما فيهاش حاجه. كابتن نفسيا هي هشرح، ندي مثلا عليها كمان، كابتن مؤمن زكريا. ركبتي يكشف على ركبته، ما فيهاش حاجه. فالمنشا نفسي، والكابتن مؤمن زكريا نفسه طلع قال لك انا موضوع نفسي خالص بعيد يعني. فاهمني؟ كده يعني. طيب عايز اروح لحته يا دكتور، هل دلوقتي التاهيل النفسي، وطبعا ما شاء الله النادي الاهلي دايما سباق انه يبتدي خطوه زي دي مع في قطاع الناشئين، خطوه مهمه جدا، هل دلوقتي التاهيل النفسي برضه مهم في علاج ممكن سلوكيات اولاد صغيرين غير منضبطه في السن الصغير ده، ممكن انه يصلح سلوكيات
لاعب ممكن يستفيد منه بعد كده النادي الاهلي ومنتخب مصر؟ طبعا يا فندم، ده الاساس، ده البيزك بتاع الموضوع بتاعي. ده احنا هنبدا من البراعم لغايه، انا اسف يعني، الفريق الاول نفسه محتاج، واخد بالك؟ الكلام ده في موجود في اوروبا. انت حضرتك بتربيه على قيم النادي الاهلي، سلوكيات النادي الاهلي، مع العادات والتقاليد بتاع النادي الاهلي. لكن في حاجات اسمها بيهيفير ديس اوردر، اللي هي الاضطرابات السلوكيه، بتيجي في فتره المراهقه، بتيجي قبل كده. الولد لازم يبقى عنده انضباطيه من الاول. فالانضباط ده بيجي عن طريق ايه؟ الاقناع العقلي. في حاجه اسمها الانتماء العقلي، احنا بنعمل انتماء وجداني، الانتماء الوجداني للكيان اللي هو النادي الاهلي. لكن انا عايز اعمل انتماء عقلي، هو راضي بالكلام ده، فانا اشتغل معاه من صغره. يطلع في الناشئين، كل فرقه، كل مرحله من الناشئين ليها سيكولوجي. عشان كده انا قلت عايزين واحد التاهيل نفسي، نخرج كوادر من لعيبه النادي الاهلي المعتزلين يشتغلوا الشغله دي. فهم كل ما هيطلع سنه، كل ما هنكبر بنعامله على المنتاليتي بتاعته. يعني 6 سنين غير 7 سنين غير 8 سنين غير 10 سنين غير 15 غير الشباب اللي احنا شغالين معاهم. فبالتالي المنطقه دي، واخد بال حضرتك، بتفيد جدا. يعني البراعم، حتى البراعم وقطاع الناشئين كله موجود، حتى الفيرست تيم، حتى الدرجه الاولى، ده في اوروبا كلها شغاله. ايه ابرز الانديه اللي في اوروبا اللي ممكن بتشتغل يعني بالتاهيل النفسي؟ طب عندك مثلا ريال مدريد، جاريث بيل بيروح لمؤهل نفسي زي حالتي على طول كل اسبوع. عندك بوفون كان اتعالج لمده 4 سنين من الاكتئاب، واخد بالك؟ في رونالدو، في يعني كله، حتى ميسي. مفيش حد النهارده يقدر يشتغل من غير ما يكون معاه واحد داعم نفسي، يتكلم معاه، يتكلم معاه في مشاكله، هنطور ازاي، هنعمل ازاي. احنا جايين بالبرنامج مش بنقلد، انا عايز الشخصيه اللي تشتغل مع اللعيبه هو ممارس لكرة القدم، كان لاعب سابق، زي ما قلت لحضرتك، هيعرف الظروف البيئية اللي بيتعرضها للاعب، الظروف الاجتماعية، الظروف المادية، واخد بال حضرتك، الضغوط اللي بتمارس عليه وهو قاعد بره. ما أنا لعبت يا ما قعدنا، فعارف الإحساس هيكون إيه. فأنا بجيبه بدل ما يعمل يعني أكشن مع المدرب، لا تعالى في الموضوع كذا كذا، وحصلت مش هجيب أسامي، واخد بالك؟ اتصل عليا قلت له لا اهدى والدنيا هتهدى، وما شاء الله في تألق رعات. فهي الدنيا النهارده لازم تمشي بالطريقه اللي انا بقولها لحضرتك عليها دي، التخصص. فانا البرنامج بتاعي بالنسبه للشباب هم 4، او بالنسبه للقطاع زي ما اتفقنا مع الكابتن زكريا والكابتن خالد بيبو زي ما عملوا التوصيه، هم 4 حاجات، اللي هي الثقافه النفسيه، والجلسات الفرديه اللي احنا اشتغلنا فيها خلاص اوريدي بدانا، والجلسات الجماعيه المجمعه بتاعه الفريق. وعندك في الاخر اللي هي الجلسات بقى الاستشفائيه، بيسموها على الطريقه اليابانيه دي، بقى عايز اشرح، مش وقت البرنامج كان يعني اطلع نخرج الطاقات السلبيه كده، حاجه زي بيسموها كده حجامه نفسيه يعني. بس من غير تاتش يعني، ما موضوع كده بقى في توحد وبالذات وحاجات كده، هتبقى صعبه شويه ان هي تشرح يعني. تتمنى ان التاهيل النفسي يكون منتشر اكتر في مصر وياخد صيت اكتر في الانديه وفي قطاعات الناشئين؟ والله انا اتمنى ان النادي الاهلي يطبق التجربه، واحنا نبقى لينا السبق في النادي الاهلي، احنا طبقناها، والنادي الاهلي دايما ليه رياده، فاحنا نشتغل في نادينا، وهم اللي هيجوا يطلبونا بعد كده ان احنا ناهل لهم جيل عشان يشتغل بقى في هنا، يشتغل هنا، يشتغل هنا. احنا اشتغلنا مع فتره مع مانويل جوزيه في الفتره اللي احنا حصدنا فيها بطولات كتير في افريقيا، وكنا بنروح كاس العالم. بس انتوا اشتغلتوا طب نفسي يا كابتن اسامه؟ كان طب نفسي، كان حاجه يعني نفسيا. طب النفسي، انا عرفت الفرق بين الطب النفسي والتاهيل النفسي. بس خلي بالك، ما كناش بناخد حاجات. لا ما هو برضو كان كله تاهيل نفسي وكلام نفسي، الاستعداد ازاي للمباريات القويه، التاهيل النفسي لما تواجه مباراه صعبه. أكيد. حتى المباريات السهله يعني ممكن برضو ممكن يبقى في استهتار، او يعني بالمباراه القادمه فبرضه ليها تاهيل برضو نفسه يا دكتور. ايوه يا كابتن، الموضوع مش موضوع مين الاحسن، الطبيب النفسي ولا لا. انا زي ما قلت لك، انا اشتغل بالعلم. الطبيب النفسي بيؤمن ايمانا كاملا بفسيولوجيه المخ. يعني انا اسف يعني، احنا عندنا اطباء عالميين ما شاء الله، لكن الاخصائي او المؤهل النفسي شغال كل شغله بالجلسات النفسيه، ودي هتفرق جدا مع اللعيبه. واخد بالك احساسه؟ لان الطبيب النفسي دراسته ادويه وميديكال اكتر، تمام، في دراسه علم النفس شويه يعني بيخلوها جنب يعني. حتى في صراع كده يعني شويه صغيرين، سيكاتري سيكولوجي، مين الاحسن مين الافضل. لكن في الرياضه انا ما شفتش طب نفسي بيشتغل بره مع لعيبه الكوره. انا شفت ناس حاجه اسمها سيكولوجي، سبورت سيكولوجي، اللي هو سيكولوجي رياضي. ويا حبذا بقى الموضوع الجديد اللي انا جاي بيه، ويكون ممارس للعبه. يعني بتاع اليد يد، بتاع الطايره طايره، بتاع السباحه سباحه، بتاع الكوره كوره. وللاولاد احلى احسن حاجه علقوا فيها معايا، قال له يا دكتور انت لعيب كوره فهتفهمني من اول لحظه. ولو كان في وقت كان في روبوت انا عامله
اللعيبه نفسها بتقول الكلام ده. فانا شايف ان النادي الاهلي يا ريت يتبنى الموضوع. احنا كده كده اشتغلنا مع الكابتن عمرو انا، وبالمناسبه نشكره على المبادره دي، لان الكابتن عمرو اول ما خد مبادره هتتحسب له ان هو اول مدرب في مصر اؤمن بالفكره دي ودخلها اللي هو التاهيل النفسي معايا جوه النادي الاهلي، وبشكره وبشكر جهاز المعاون المعنوي. وانا بتمنى يعني واضم صوتي لصوتك ان بدايه صناعه البطل او النجم هو بتبتدي من التاهيل النفسي، خاصه كمان من الصغر مش من الكبر. شرفتنا ونورتنا. الله يكرمك يا كابتن اسامه، ومتشكرين جدا، وبالتوفيق للنادي الاهلي. طب تمام كده في نهايه حلقتنا بشكر يعني ضيفي اللي كان مشرفني النهارده من نادي الاشبال، دكتور ابراهيم العقاد المتخصص في التاهيل النفسي الرياضي. كده حلقتنا انتهت على الف خير، نشوفكم الاسبوع اللي جاي على الف خير مع برنامج الاشبال. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.